مع السلامة. لما تحط معهم الصقرة من وراء العجز يبقى البوني بيلفس. يبقى العجز مع العظمتين عظام الخوف. هما الاثنين لوحدهم بيلفك جيرد. قبل كده الترقوة مع الاسكابيولا جينافيكين اسمها شولدر جيرل. يبقى الترقوة مع الاسكابيولا الاثنين مع بعض شولدر جيرل. العظمتين دول مع بعض يعملوا البيلت الجيرل. طيب نلخص العظمة دي. العظمة دي بتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. الإليم وهو العظم الخلقوفي. العظمة الثانية اللي هي البيوبس وهو العظم العام. نمرة ثلاثة الاسكيوم وهو عظم الوجه. العظم الوجهي. الثلاثة بيتفقوا مع بعض في منطقة الحق اللي بنسميها الأسيتابيلا. يبقى ده بنسميه الأسيتابيلا. بنظام معين. الخمسين اللي فوق العظمة دي لحد هنا بنسميها الإليم. يبقى الخمسين دول نقطع المنشار كده ونقطع الحتة دي يبقى ده الإليم. وهو يمثل الخمسين العلويين من العظمة. الخمس السفلي الأمامي أنا
انترو انفيريور فيبس. انترو يعني انتيريو، انفيريور يعني سفلي، لما مع بعض يبقى انترو انفيريور. اصطلاح انترو انفيريور يعني الامامي السفلي، الخمس الامامي السفلي، هذا الجزء الحته اللي هي كلها لحد هنا ده البيوبس. الخمسين التحتانيين الخلفيين بوستو انفيريو، بوستو انفيريو هو الاسكيوم. السلام عليكم.